حبايبي طلبة طلبات صف تاني الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في الجزء التاني من جرامر الوحدة الخامسة، واللي بيتكلم فيها عن relative clauses أو ضمائر الوصل اللي هي relative pronouns. ضمائر الوصل اللي هي who, which, that, where, and when. طبعا هو مش مديها لي كلها في الدرس ده، ولكن هو مديني ضمائر الوصل دي بس. يعني ايه ضمائر وصل؟ قال لي يعني ضمير بيوصل جملتين اتنين، بدل ما هما جملتين بتخليهم جملة واحدة. يعني في مثال لما يجي يقول لي this is أحمد who has a red car. طبعا لو بصيت الجملة دي هلاقيها جملة موصولة بكلمة who. طيب أصل الجملة دي كان اتنين، يعني كان أصل الجمل this is أحمد، يعني ده مين يا حبايبي؟ أحمد. وبعدين كان في الستوب كده وبيقول لي he has a red car، يعني هو عنده عربية حمراء. لاحظ بقى لما جيت ربطت الجملتين بهو خلاص ما بقاش فيه فلسطوب، اصبحت بدل ما هي جملتين بقت جمله واحده مربوطه بضمير وصل، عشان كده سموها ضمير الوصل او بتوصل الجملتين الاثنين ببعض. تعال نشوف اول حاجه بقى وهي هو او ذات. قال لي هو او ذات معناها الذي او التي، تاني الذي او التي، ودي بتعود على الاسم العاقل، تاني دي بتعود على الاسم العاقل. يعني انا بختار هو او ذات لما يكون الاسم عاقل، ما فيش هو بجيب ذات، ما فيش ذات بجيب هو. يعني لما يجي يقول لي this is the girl، يعني دي هي البنت، ويجي يقول لي كده who ولا which ولا where I met at the park، يعني دي البنت اللي انا قابلتها في الحديقة. طيب تعالى هنا نشوف هلاقي الجيرل، الجيرل دي مالها؟ هقول انها عاقل. طيب طالما عاقل يبقى هختار مين يا حبايبي؟ هختار هو. يبقى تاني هو بتعود على الاسم العاقل، تاني يا حبايبي بكل بساطة كده، ومش عايزين نصعب الأمور على بعض لأن لسه ما دخلناش في حاجات كتيرة هناخدها بعد كده في السنين اللي جاية. طالما شفت الاسم عاقل يبقى أنا على طول هجيب هو، مفيش هو يا حبايبي يبقى أنا هجيب ذات. يعني فور إكزامبل على سبيل المثال لما يجي يقول لي رامي إز ذا بوي، يعني رامي هو الولد، ويجي يقول لي ويتش or where or that took my things، يعني رامي هو الولد اللي واخد اغراضي. طبعا هنا هشوف رامي، رامي ده عاقل فبالتالي هروح عايزه. طب ما لقيتش هو، قال لي عادي جدا يبقى اختار مين يا حبايبي؟ ذات. يبقى اذا هو او ذات بتحل محل الاسم العاقل، تاني هو او ذات بتحل محل الاسم العاقل. طب تعالى نشوف يلا which. قال لي which معناها برضو الذي او التي، تاني which معناها الذي او التي، ودي بتحل محل الاسم غير العاقل، تاني بتحل محل الاسم غير يا حبايبي غير العاقل. يعني اذا كان الاسم غير عاقل خلاص فانا بروح ل which او ذات، تاني بروح ل which، قال لي برضو او ذات، يعني لو ما لقيتش which خد ذات عادي جدا. قال لها طب يا مستر وفي فرق؟ احنا قلنا بقى مش عايزين نصعب على بعضنا الامور، مش دلوقتي هنتكلم عن الفرق بين which وذات، انت مطالب في تاني اعدادي انك تعرف ان الغير العاقل بعوض عنه ب which او بذات. لما اقول لك ذات this is the cat who which where my mother bought، يعني دي هي القطة اللي ماما اشتريتها. طبعا هنا هبص على القطة، القطة هنا اسم غير عاطل فبالتالي هعوض عنها ب which. طب بس لو ما فيش which قال لي خلاص يبقى في مين يا حبايبي؟ ذات، تاني يبقى في مين؟ ذات. يبقى اذا which او ذات بتحل محل الاسم غير العاقل. طب تعال نشوف فينا حبايبي where. قال لي where دي معناها حيث، تاني where دي معناها حيث. طب حيث بتعود على، قال لي بتعود على المكان، تاني حبايبي where معناها حيث ودي بتعود على المكان. وعايزك تركز معايا بقى في الكلام اللي انا هقوله ده عشان الناس دايما بتخطئ هنا. يعني لما يجي يقول لي this is the school، يعني دي هي المدرسة، ويجي يديني في الاختيارات which or where or who we learn، يعني دي المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها او حيث نتعلم. لو انا سألتك where do you learn، هو انت بتتعلم فين؟ هتقول لي in this school. يبقى اذا السكول هنا جاية كمكان، لاني لو سألت عنها في الجملة التانية هسأل عنها where. يبقى this is a school where we learn، تاني this is a school where we learn. طيب امتى بقى مستر يبقى مكان وما اختارش وير واختار ويتش؟ قال لي اول حاجه لما يجي مع الرابط ظرف المكان، سواء في اخر الجمله او قبل الرابط. يعني لما يجي يقول لي كده نفس الجمله تقريبا this is
ذا سكول يعني دي هي المدرسة. ورحت جاي لك كده ان which ولا ان where ولا ان who we learn يعني اللي فيها احنا بنتعلم، هتقول لي اه هي نفس الجمله، قال لي بس هنا ساب لي ظرف المكان وجابه لي قبل ضمير الوصل. قال لي اذا ساب لي ظرف المكان اوعى يا حبايبي تختار مين، ها where، على طول بختار which لان ظرف المكان بيجي قبل which ما يجيش قبل where. يبقى اذا جاب لي مكان بس سايب لي ظرف المكان قال لي بختار which ما بختارش where. سواء سايب لي ظرف المكان هنا قبل ضمير الوصل او في الاخر، يعني ممكن ان دي تبقى هنا، يعني يقول لي ايه، يقول لي this is the school we learn in، اقول له برضو which we learn in، ما ينفعش اقول where we learn in، اقول له برضو هنا سايب لي ظرف المكان ما ينفعش اختار where. قال لي تاني حاجة حبايبي ان where ما ينفعش يجي بعدها فعل. تاني حبايبي where الرابط ما ينفعش يجي بعدها فعل، بمعنى لما اجي اقول لك our house يعني المنزل بتاعنا is the place، يعني المنزل بتاعنا هو المكان. ويجي يقول لي في الاختيارات who ولا where ولا which makes me happy، يعني الذي يجعلني سعيد. طيب تعالى كده نشوف بول اور سكول از ذا بليس. اول ما الناس هتشوف از ذا بليس هقول لك بس مكان خلاص، على طول هيختار وير حتى من غير ما يكمل. لكن لو هو كمل هلاقي هنا ايه، ميكس فعل. قال لك وير الرابط مش ممكن يجي وراه فعل ابدا، امال لازم يجي وراه فعل ويكون فعل بيحدث داخل المكان. فبالتالي لازم اقول اور هاوس از ذا بليس ويتش makes me happy، الذي يجعلني سعيد. تاني الذي يجعلني سعيد، يبقى اذا جاب لي حبايبي فعل بعد ضمير الوصل حتى لو عايد على مكان على طول خد ويتش ما تاخدش وير. طيب اخر حاجه هنقولها هندي جملتين اتنين. لما اقول لك this is the house يعني ده هو الايه المنزل، وجيت قلت لك نقط واديتك جملتين اتنين my father built وماي فاذر ليفد، وقلت لك تعالى يا باشا نختار، هتقول لي اه. طب هنا هو هو نفس الجمله الاولانيه وهو هو الهاوس المكان، طب فوق هختار ايه وتحت هختار ايه؟ بيقول لي ده المنزل بابا بناه، هتقول لي اه ده الذي بناه ابي مش حيث بنى ابي، يعني بابا بنى المكان. لو انا سالت عن الهاوس هنا في الجمله دي هقول what did your father build، what did your father build أو which thing did your father build. فبالتالي هنا لازم اختار which، اوعى تختار where. يبقى اذا كان الفعل بيحدث للمكان وليس داخله اعرف ان انا هختار which. طب قدر المصدر بقى الجمله الثانيه بيقول لي lived، هقول لك اه. لو انت سالت هنا عن house او كملت الجمله هتقول له my father lived ايه، هتقول لي lived in the house، انما هنا مش هتقول my father built in the house، كنت قلت built the house على طول. فاذا هنا لو سالت عن المكان هسال بwhere، يعني اقول where did your father live، فبالتالي هنا الرابط بتاعي لازم يكون where. يبقى هو هو نفس المكان بس هنا قلت which my father built وهنا قلت where my father lived، حيث عاش ابي. الكلام اللي قلناه حبايبي على where هو هو نفس الكلام اللي هنقوله على when، بس when بتيجي مع الزمان مفيش اي اختلاف. برضو لو في ظرف مكان بختار which، ولو في فعل بختار which، ولازم الفعل يحدث داخل الزمان عشان اختار when. يعني لما يجي يقول لي March is the month يعني شهر مارس ده هو الشهر، not I was born يعني اللي انا اتولدت فيه، هقول لك when لان ده زمن، when I was born يعني اللي انا اتولدت فيه. طب لو كمل لي بقى وقال لي I was born in، الله هنا بقى ساب لي ظرف الزمان، قال لي هنا يبقى لازم اختار يا حبيبي which. طب لو قال لي ان يا مستر وقال لي في الاختيارات وير ويتش ذات اي واز بورن، هقول لك اه جاب لي ظرف الزمن اهو، قال لي خلاص يبقى ما ينفعش اختار وير، هتقول لي اه. طب ما ويتش بتساوي ذات، اتنين شكل بعض، هقول لك بس ظرف الزمان او ظرف المكان او حرف الجر عموما ما يجيش قبل الذات ابدا، بيجي قبل مين يا حبايبي؟ قبل ويتش، فبالتالي هختار ويتش. ركز قوي، حرف الجر ما يجيش قبل مين؟ ذات، بيجي قبل ويتش، فعشان كده هختار in which I was born. يبقى نفس الكلام اللي قلناه على where هو هو اللي قلناه على when، ولكن when زمان ولكن where
مكان. يبقى تاني حبايبي هو عاقل which غير عاقل where مكان when زمان. تعال نشوف الكلام ده بقى في كتاب المعاصر وكتاب جيم. تعال نبدأ يلا بكتاب المعاصر. نمبر 1 بيقول لي I saw أحمد in the park. إيه we often play football. يبقى إذا هنا عايز ضمير عايد على البارك فيبقى where. ولاحظ إن أنا بلعب كرة فين؟ في الحديقة. طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي You left the bag. أنت سبت الشنطة. إيه you bought at the weekend at my house. طبعا اللي أنت اشتريتها. يبقى أنا عايز ضمير عايد على الشنطة يبقى which. طب أنا رحت ما لقيتش which يبقى أكيد هختار that. اللي بعدها Mrs. Sabres the teacher. A taught my sister. تاني Mrs. Sabres the teacher. A taught my sister. يعني هي المدرسة اللي بتدرس. يبقى أنا عايز ضمير عايد على Mrs. Sabri. خلي بالك إنها Mrs. Sabri. طيب فإذا هقول هو لأنها عاقل. اللي بعدها بقول This is the museum. A the school visited last year. طبعا هنا ناس كتير هتشوف الميوزيوم فهتقول where the school visited. هقول له لا طبعا. Visit لو أنا سألتك what did the school visit or which place did the school visit هتقولي the museum. يبقى إذن هنا الزيارة تمت للمكان وليست داخل المكان فبالتالي هقول which. تعال نشوف نمبر 5 بقولي the person is sitting next. طبعا البيرسون ده اسم عاقل فبالتالي هختار who. اللي بعدها بقولي this is the school A we learn يعني حيث نتعلم فبالتالي هختار where لأن المدرسة مكان. اللي بعدها نمبر 7 بقولي she wanted to buy a scarf كانت عايزة تشتري أشرب أو طرحة. A would match her blue dress اللي تمشي مع الفستان بتاعها. طيب إذا أنا عايز ضمير عايد على طرحها يبقى which. The next بقولي the students A did their best were not the ones who played all the time. بقولي إن الطلبة اللي بذلوا مجهودهم في الامتحان فإذا هنا طبعا students عاقل فبالتالي هختار who. تعال نشوف نمبر 9 بقولي she prefers to watch movies A make her cry. طبعا بتحب تتفرج على الافلام اللي بتخليها تبكي. طبعا الافلام هنا غير عاقل فبالتالي اقعد عنها بوتش. بعدها مستر ايمن ذا تيتشر اي هيلبس مي ا لوت. طبعا اللي بيساعدني كتير يبقى مستر ايمن ده عاقل فبالتالي هختار ذات طالما ما فيش هو. اللي بعدها بيقول اي فيزيتد ذا تمبل اي ذير اور ميني ستاتيوز. طبعا هنا المعبد. المعبد ده مكان يبقى I visited the temple where there are many statues حيث يوجد الكثير من التماثيل. تعال نشوف المستيكس اللي معانا. بقولي the boy which. طبعا هنا البوي عاقل فبالتالي ما ينفعش اختار which لازم اختار who لازم اجيب who. The next بقول I work for a charity where looks after animals. احنا قلنا حبايبي where ما ينفعش يجي بعدها فعل. charity هنا اسم غير عاقل فبالتالي هعوض عنه which. The next بقول I love the trainers يعني انا حابب الحذاء الرياضي where are blue and red اللي هو ايه ها اللي هو ازرق على احمر طبعا هنا غير عاقل فبالتالي which or that. اللي بعدها بقولي the desert is the place a we don't find plants يبقى اذا مكان هو where حيث يبقى اذا الصحراء هي المكان حيث لا نستطيع ان نجد نباتات. عمر is the boy طبعا البوي ده عاقل فبالتالي هختار who can run fast الذي يستطيع ان يجري بسرعه. يوسف likes the house who he was born in. طبعا هنا خلي بالك الهاوس صحيح مكان بس لاحظ انه ساب لي ظرف المكان في الاخر فطالما ساب لي ظرف المكان سواء في الاخر او قبل ضمير الوصل قال لي ما ينفعش اجيب where. اوعى تجيب where وتغلط امال حولي which اوعى تقول where. The next Cairo is the city which I was born. طبعا هنا القاهرة هي المدينة اللي اتولدت فيها. طبعا هنا مكان فبالتالي لازم اختار where حيث. The next this is the place when cars can park. طبعا هنا ده المكان حيث تستطيع ان تركن السيارات. طبعا هنا المكان يبقى where. تعال نشوف بيقولي this is the man which won the prize. طبعا المان عاقل فبالتالي هقول who won the prize. اللي بعدها بيقولي is this the car who you bought. طبعا هنا الكار غير عاقل فلازم اقول which you bought or that you bought. The next بنها is the town A I was born. طبعا اللي اتولدت فيها يبقى where او حيث ولدت يبقى where. The next that's the teacher which teaches us English. ده المدرس اللي بيدرس لنا انجليزي. يبقى اذا this is the teacher who لانه عاقل يبقى who teaches us English. تعال نشوف يلا الأسئلة بتاعة جيم. Number 1 بيقولي we arrived at a nice beach. A we could swim and sit in the sun. طبعا هنا البيتش مكان فبالتالي هقول where. The next بيقولي a waiter is a man serves drinks and food in a restaurant. طبعا المان هنا عاقل فبالتالي لازم أقول who. The next بيقولي thank you very much for your email.
It was very interesting. طبعا الايميل هنا غير عاقل فبالتالي هقول that was very interesting. اللي بعدها بيقول لي the children الاطفال shouted in the street are not from our school مش من المدرسه بتاعتنا. الاطفال دول عاقل فبالتالي هقول who. Number 5 بيقول لي we went to the mosque يعني رحنا المسجد. A is in the middle of the square. طبعا هنا المسجد غير عاقل فبالتالي هقول which. طب يا مستر مش هقول وير مش هو مكان، هقول لك ما احنا قلنا ان الاماكن ما ينفعش اجيب بعدها فعل. The next تقول لي a library is a building a you can borrow books. طبعا هو المكان اللي تقدر تستعير منه الكتب فبالتالي هقول where. The next number 7 بيقول لي what did you do with the money a your mother gave you. طبعا money غير عاقل فبالتالي هقول which. طب يا مستر ما فيش which، هقول لك يبقى no word. ايه no word يا مستر؟ قال لك which وذات وهو ممكن اشيلهم عادي خالص طالما اللي جاي بعدهم اسم او ضمير. طب تعال نشوف اللي بعدها بيقول مستر كمال ايه از ا تاكسي درايفر. طبعا هنا مستر كمال عاقل فبالتالي هقول هو از ا تاكسي درايفر. اللي بعدها نمبر 9 بيقول لي ذاتس احمد يعني ده احمد. ذا بوي ايه ويتنج ذير. طبعا ذا بوي هو از ويتنج ذير. طبعا هنا الناس هتقول هو ويتنج بس هقول لك لا، هو يا حبايبي وويتش لازم يجي وراهم تركيبه زمن كامل فما ينفعش اقول هو اجيب وراها فعل في ان جي، لا يبقى لازم اقول هو از ويتنج الابوستر في اس اختصار لكلمه از. طيب تعال نشوف كده الاخطاء. بيقول لي ذيس از ذا جيرل هوز كمز. طبعا هنا البنت عاقل فبالتالي لازم اقول هو. ذا نيكست هي وور ماسك يعني هو لبس ماسك. وير ميد هيم لوك لايك ميكي ماوس. طبعا هنا حبايبي وير بعيد على الماسك او الماسك غير عاقل فبالتالي هقول which which. The next he came with a friend who's waited outside in the car. طبعا هنا جه مع صديق اللي مستني يبقى لازم اقول هو لانه عاقل. The next بيقول لي the bag who has the money was yellow. طبعا الشنطه اللي فيها الفلوس يبقى المفروض اقول the bag which has the money. The next اللي بعدها can I talk to the girl who's sitting on the bench. طبعا هنا البنت اللي قاعدة. طيب ما هي مش who's، قال لك لا who's للملكية يعني المفروض انا عايز اقول who. طب اقول who بس؟ لا لازم اقول who is sitting عشان يبقى الزمن بتاعي مضارع مستمر. who is sitting اللي هي قاعدة. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك بقية الحلقات والمراجعة ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.